محطتنا الأخيرة وين سالي؟ رح نروح لكنا عم نحكي تحت الهواء أنا وياكي إنه لازم ندير بالنا والكل يدير باله من نزلات الجريب بفصل الشتاء. تكثر الأمراض عند الكبار والصغار وتزداد الأمراض التنفسية عند الأطفال، منها التهاب القصبات التنفسية بالمنطقة العلوية التي تزداد بمثل هالأيام بأيام الشتاء ونزلات البرد أيضا. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ونعرف التفاصيل بصرنا رحب بطبيب الأطفال الدكتور أسد إبراهيم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك عن جديد. دكتور خلينا نحكي بالشتوية بتكثر الأمراض عند الأطفال، يعني ممكن إنفلونزا، ممكن جريب، ممكن كورونا، ممكن التهاب قصبات او حتى مثلا نوبات الربو تكثر بالشتويه. خلينا نحكي كيف الامهات ممكن يميزوا بين هالامراض وامتى انه مثلا لازم يراجعوا الطبيب فورا، يعني ما هن يعطوا دواء سعالي او اي دواء تعاني لحالهم تمام. يعني امتى لازم يراجعوا الطبيب؟ تمام. الانتانات التنفسيه العلويه او اللي يدخل في تصنيفها الجريب، يدخل في تصنيفها الانفلونزا، وحديثا صار ينحكى عن الكوفيد والكورونا. هي امراض الى ذروه بفصل الشتاء، طبيعه الحمات الراشحه اللي بتسبب الانتانات التنفسيه العلويه هي تكثر في فصل الشتاء. ايضا طبيعه خلينا نقول الحياه المغلقه نوعا ما، الازدحام بفصل الشتاء بيكون الاشخاص عرضه اكثر للانتشار هي الامراض، سواء عم نحكي عن التهاب القصبات، سواء عم نحكي عن الجريب، او اذا عم نحكي كمان عن الانفلونزا، الرشح كلها من الانتانات التنفسيه العلويه اللي سببها حمات راشحه. طبعا حديثا صار في قلق زائد نتيجه الجائحات اللي عم نشوفها بالكورونا باخر سنه، تماما صار انه الناس تخاف يا ترى هذا جريب عادي، هذا انتان تنفسي عادي ولا هذا كورونا. حتى الان نحن بوجود جائحات الكورونا في انتانات تنفسيه علويه، يعني في الناس ممكن ترشحوا مو كورونا، مو كل الاعراض التنفسيه هي اعراض الاصابه بالكورونا. دائما نحن عم ناخذ الاعراض العامه المرافقه، يعني ما عم نقول او اذا كان الطفل ما عنده او نحن باعتبار عم نحكي التهابات القصبات عند الاطفال ما عنده عوامل خطوره او ما عنده مرض مزمن، ما في اعراض عامه موجهه، خاصه الحراره العاليه، خاصه التعب، ممكن كمان اذا كان بينحكى كثير عن الكوفيد فقد حاسه الشم والذوق. عند الاطفال ما عم نصادف الحالات الكبيره اللي ممكن توجه للاصابه بالكورونا، فبتبقى هي مثل اي موسم، موسم التهاب الطرق التنفسيه العلويه اللي له ذروه بالشتاء واللي بنشوفه كثير بالعيادات وبالمشافي. نعم دكتور، خلينا نحكي عن الاطفال الاكثر عرضه للاصابه بالانتانات التنفسيه. احيانا بنشوف طفل بيعاني من هو وصغير من تحسس من ربو تحسسي، يمكن بيكون اكثر عرضه. حتى في اهل بيقولوا انه انا ابني عنده التهابات مزمنه كمان بيطيب بيرجع دغري بيمرض. هلا نحن هون بنميز بين حالتين، حاله الانتانات التنفسيه المتكرره، في اطفال عندهم استعداد لرشح متكرر انه هي حالات خفيفه، ما فينا نقول هي التهابات قصبات. كثير الاهل ما بيميزوا بين التهاب القصبات المتكرر خلينا نقول والربو. الربو او كمرض تنفسي مزمن بالتعريف هو هجمات متكرره، يعني الربو يخطا، وغالبا الهجمات المتكرره يتم تحريضها بانتان تنفسي علوي، يعني المريض اللي عنده ربو، قصه عائليه للربو، الطفل عنده فرط فعاليه قصبيه، تجي هجمات من التشنج القصبي غالبا محرضه بانتان تنفسي علوي، نعم. يعني بيرشح بيتحرض عنده نوبه ربو، نعم. فتمييز كثير مفيد حتى نتجنب العلاجات احيانا المبالغ فيها او نتجنب قلق الاهل، دائما الاهل بيقول انه ابني عم يرشح كثير، يا ترى في مشكله بمناعته، عنده نقص مناعه، عم يصير احيانا في لبس بين موضوع الرشح والتهاب القصبات، الرشح هو انتان تنفسي علوي بسيط معرض له الجميع، الاطفال معرضين مثل ما حكينا اكثر، خاصة إذا عندهم أمراض مزمنة. الربو هو مرض خاص، مرض مزمن، مرض تنفسي مزمن يتميز بالتهاب نوب من الالتهاب والتشنج القصبي. صرت تسألي على موضوع على موضوع الانتانات التنفسية، هي طبيعته نوبية، مريض الالتهاب المريض الربو هي الطبيعة متكررة، وبالتالي وضمن تعريف المرض نفسه اكيد دكتور كثير السعاله هي مزعجه مثل ما حكينا، يعني
وانا هلا مثلا عم بسعل كمان مزعجه الي، بس للاطفال بتكون مزعجه اكثر تماما، وخاصه عند النوم يعني ما بيقدروا يناموا، كل شوي بده يقوم الطفل يسعل كذا خلص بفيق وحتى نومه بيتكركب. تمام، خلينا نحكي عن هاي الموضوع، كيف ممكن علاج السعال عند الاطفال؟ تمام، هلا هي السعال هو العرض الاساسي لالتهاب القصبات وللانتانات التنفسيه العلويه، وهو العرض المزعج. من ضمن الاعراض طبعا احنا ما عرجنا عليها موضوع الحراره الخفيفه. تمام. معظم التهاب القصبات هي حراره خفيفه، ما حراره عاليه، بعكس الكوفيد اللي بنشوفه حاليا. ممكن احيانا الاحتقان، المراحل الاحتقانيه ايضا بالانتانات التنفسيه العلويه، الاعراض الاحتقانيه اشد، سواء سيلان الانف او انسداد الانف، الدماع، كل هاي الاعراض بنشوفها بالالتهابات التنفسيه العلويه بشكل عام. السعال كعرض مزعج احيانا ممكن يكون له فائده اذا ما كان عم يتداخل مع حياة الطفل، مع تغذيته، مع نومه. نحن ما كثير من أصر مع الأهل على أنه إيقاف السعال بشكل كامل، لأنه هو عم يساعدنا بالتخلص من القشع. إذا كان السعال مزعج بعد مراجعة الطبيب، التأكد أنه ما في عندي بنسميها تشنج قصبي واضح، الطفل ما هو بحاجة لإجراءات بالمشفى، هون ممكن نلجأ للمعالجة الطبيعية اللي هي العلاج الفيزيائي، كثير بيساعدنا بالتخلص من القشع. المعالجة بالتهوية، بيكون الجو، في كثير حالات مجرد انه ما نغير جو الغرفة بيتحسن السعال، خاصة إذا كان مترافق مع تشنج حنجرة، استنشاق الهواء البارد أحيانا بفيد. هلا إذا الطبيب ارتأى انه وكان في قلق الأهل كثير كبير، والسعال فعلا يتداخل مع حياة الطفل سواء بالنوم، سواء عم يحرض له الإقياء، ما عم يقدر ياكل، هون ممكن نلجأ للمعالجات النوعية. إذا كان في تشنج قصبي ممكن نعطي موسعات قصبية، ممكن نعطي حتى إرزاز للموسعات القصبية، ممكن مسكنات السعال المركزية أحيانا ممكن، طبعا كلها بناء على استشارة طبية بعد فحص الصدر، تأكد إنه ما عندي أنا عوامل خطورة، ما عندي إنتان مهم، لأنه يعني إذا انتقلنا لإنتان تنفسي أو التهاب قصبات أو ذات رئة صار العلاج مختلف، ممكن يطلب علاج بالمشفى. أكيد، تمام. يعني حكيت دكتور عن طرق العلاج اللي دائما لازم حتى الأهل ينتبهوا عليها لأطفالهم، ما يعطوهم شيء. كمان المشروبات الدافئة لها دور كثير كبير بهذا الموضوع، وتجنب أنه الواحد الطفل بيكون حممت أمه وطالع على برا، تغيير الجو، تغيير الجو. فبدنا نصائح هلا لكل اللي عم يسمعونا، وخاصة يلي هلا أطفالهم طبعا عرضة لهذا الموضوع. بالبيت كثير بنركز عدم المبالغة بالتدفئة، ما يكون الجو كثير محصور. موضوع تجنب التدخين بكل أشكاله ضمن المنزل، سواء التدخين لأنه الأطفال رح يتعرضوا أكثر كمان للتدخين السلبي. التركيز بالشتاء على الدعم بالفيتامين سي، بالمشروب، عصير، بالخضروات، بالفواكه، كدعم لمناعة الطفل. بحالات كثير أحيانا ممكن نلجأ للعلاج أحيانا بالتبخير، يكون في جو رطوبي معين، ما يكون الجو كثير ناشف. التهوية مثل ما حكينا المتكررة ضرورية جدا. إذا كانت الأعراض مثل ما حكينا شديدة أو ترافقت مع حرارة أو أعراض عامة شديدة، لابد من استشارة الأخصائي طبعا. أكيد، شكرا دكتور وشكرا لمعلوماتك، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك. بدنا نتمنى السلامة للجميع دكتور، وإن شاء الله ما حدا بيصيبه أي مرض، لأنه الصحة عن جد هي تاج علينا وقيمتها جدا كبيرة. بنتمنى لك بقية نهار جميل.